أولا أستاذ إيهاب، يعني أنت شايف إزاي بقى خلاص خلصنا القوانين؟ كان في رؤى لبعض الأحزاب ومقترحات، سيادة اللواء رفعت قمصان قال إحنا خدنا بمعظمها يعني، لكن الخلاصة راضيين عن هذه القوانين هنشتغل بقى بناء عليها في الاستعداد للانتخابات كشغل بقى على الأرض؟ أنا في تقديري إن العملية الانتخابية أعتقد أن الأوان لقطار الانتخابات أن ينطلق، وأن الأوان الأحزاب السياسية وكل القوى التي يمكن أن تكون فاعلة وتشارك في البرلمان القادم أن تذهب للبرلمان القادم. كان لابد من بعض هناك بعض المحاذير نتيجة تعديل الدستور الأخير، الدستور الذي تم استفتاء الشعب المصري عليه ووافق عليه بأغلبية كاسحة، وهناك بعض المواد القانونية التي أصابها العوار الدستوري، وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تلك المواد، وهي خاصة تحديدا في مسألة تقسيم الدوائر والقوائم الانتخابية وغيره. وأعتقد أني اللجنة التي تشرف على تعديل المواد القانونية أعتقد أنها وضعت أمام عينيها بالفعل ما ارتأته المحكمة الدستورية بخصوص تلك المواد، منها مسألة الجنسية وتقسيم الدوائر وغيره، وبالتالي تم تعديل القوانين على هذا الأساس. والذي يتحكم في العملية الانتخابية في مجملها هو قانون مباشر الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وأيضا القرارات المنظمة التي تخرج من اللجنة العليا للانتخابات. أخطر ما قيل في تلك المقدمة، وأعتقد أنه لابد أن يستفيد المشاهد وأن نستفيد من آراء بعضنا البعض، هو مسألة استغلال الدين في العملية الانتخابية القادمة، وبالتالي مدى تأثيره على العملية السياسية في المستقبل. أيضا مسألة استغلال المال السياسي، ولماذا المال السياسي هو مطروح الآن على المنضدة وواضح لكل المصريين، ولماذا على هذا البرلمان تحديدا هذا التكالب من ضغط إنفاق عالي على هذا البرلمان؟ ويجب أن نسأل أنفسنا سؤال أهم، هو أهمية وخطورة البرلمان القادم، لأني يقال أن هذا أخطر برلمان في مصر، ولكن لا توضع مصوغات حقيقية لماذا البرلمان القادم هو أخطر برلمان حقيقي في مصر. مش هو وصفة لصلاحياته في الدستور وأنه بينازع فيها رئيس الجمهورية إذا جاز التعبير يعني؟ أنا في تقديري لأن البرلمان القادم يأتي عقب ثورتين، بمعنى أن هناك مطالب سياسية موجودة. أعتقد أن الدستور الحالي توافق مع مطالب المصريين خلال فترة زمنية كبيرة، وأيضا نتيجة الضغط النفسي والمعاناة ومدى المعاناة التي قاس منه المصريين خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، ومدى الإتجار، هذا الكم الهائل من الإتجار بالدين والضغط النفسي وحالة التكفير، وأيضا الوضع الإقليمي المتمزق في المنطقة نتيجة ظهور تلك التيارات، تيارات الإسلام السياسي، وبالتالي البرلمان القادم أهمية خاصة. أما من حيث اختصاصات البرلمان وفقا للدستور أعتقد تضع في أهمية خاصة. تمام. من المرحلة الاستثنائية التي مرت بها مصر منذ عام 2011 حتى الآن، كان في نوع كبير، في نوع من الإسهال التشريعي تم في مرحلة ما بعد يناير، وكان في نوع من أنواع التخبط. أعتقد أن الدستور جه قطع الطريق على هذا الأمر، وبالتالي سوف يقوم البرلمان القادم بمراجعة تلك التشريعات. إذن هي صياغة لأمال وطموحات شعب، أهمية البرلمان أنه صياغة لأمال وطموحات شعب عقب ثورتين وفقا لدستور ارتضاه المصريين. أعطى الدستور للبرلمان اختصاصات كبيرة، وبالتالي طيب هنرجع نتناقش برضه في التفاصيل. البرلمان القادم في ذلك.